اليوم بقينا نهضروا بواحد اللغة واحدة أخرى وهي اللغة الدارجة الجزائرية. علاش الدارجة الجزائرية؟ على خاطرش أهل الخديم هادو هما ناس صحاب دارجة وصحاب الصوفية والاعتقادات اللي بسبتها داروا الإرهاب وداروا القتيلة في كل بلاصة. دروك كاين بزاف ناس ما همش فاهمين العقيدة تاع الصوفية وكيفاش خمو. كاين الناس اللي فاهمين بلي الصوفية هي الصوفية اللي في الإسلام، وهي نو، الصوفية حاجة واحدة أخرى. الصوفية اللي كاينة في الجزائر حاجة واحدة أخرى، عقيدة واحدة أخرى وتفكير واحد آخر، وديري رواحهم هم يمثلوا ديري رواحهم مسلمين. هما في الحقيقة ما همش يقولك احنا مسلمين، ولكن هما منافقين. دروك الخدمة هذه تاع الماسونية، وراهم بزاف ناس حاسبين بلي الماسونية هذه جات من أوروبا وجات من راهي جات من عند الجزائر، وهما من بكري مشي من اليوم، من بكري هما اللي حاكمين وشادين في كل بلاصة، كما قصة الشبكة العنكبوتية. الشبكة العنكبوتية، وفهم الفهم، الشبكة العنكبوت واش يدير؟ يروح يصيد، يطيح فيها يطيح الفريسة ويصيد. واش غادي يصيد؟ يصيد موش دبانة امشي، والفهم يفهم. المهم الخدمة هذه عيب، عيب وعار، عيب وعار على ناس وعلى أهل، وحاسب يروحهم يدافعوا لأرواحهم بهذه الخدمة الشينة، وقاعدين يؤذوا في الناس، وقاعدين يحقروا في الناس، ويقتلوا في الأطفال، ودايرين وحدة دايرين وحدة بعد دولة وحدة أخرى دايرين وحدة رومانية يومها الجروب تاعها تاع المتحولين جنسيا. هي كي تسخسي غادي تخربي وتقول بلي الجزائر هي اللي حاكمة فيهم، يقولك اه حاشا احنا مسلمين، احنا ما نديروش الخدمة هذه. ولكن في الحقيقة هذوك هما وعلاقة مع الجيش، وانا راني نعرفهم مليح هاد الناس هذو، راني نعرفهم غاية الغاية. راهي التالي اللي الحاجة اللي صرات لي راهم ضربوني بمارطو هرسوليني فيه. علاش؟ على خاطرش نهضر عليهم. إما لا أنا غادي إن شاء الله غادي نزيد نهضر بالدارجة، وغادي نزيد نوصل معلومات للناس، ونهضر بالألمانية، وغادي نهضر بالإسبانية وحتى الإنجليزية، ونتلاقاو.